مشاهدينا الكرام، للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الباحث العراقي السيد حسين سبعاوي. أهلا بك سيد حسين. بداية، المساءلة والعدالة تستدعي 620 مرشحا بينهم رئيس قائمة العبادي في نينوى، كيف تعلق على هذا القرار من الهيئة؟ أنا أعتقد أنه كلما بدأت الانتخابات العراقية تبدأ عملية التسقيط السياسي والإعلامي والتنافس الانتخابي. المساءلة والعدالة اليوم هي أقرت، هناك كانت قبل سبق المساءلة والعدالة هناك مصالحة وألغت دور المساءلة والعدالة باستثناء بعض القيادات الخط الأول من حزب البعث وأجهزة المخابرات. فاليوم أخي هو التسقيط السياسي هو الغالب على العملية الانتخابية في العراق، وهذه من سلبيات العملية الانتخابية داخل الساحة العراقية. طيب، إلى أي مدى يمكن أن تضع مثل هذه القرارات من الهيئة كطرف في دائرة الصراع بين الكتل المتنافسة في الانتخابات القادمة؟ أنا أعتقد هو الكتل المتنافسة في الانتخابات العراقية استخدمت أسلوبا بذيئا وأسلوبا سيئا، وهذا ممكن أن يفقد شرعية الانتخابات، لأن الانتخابات لا تفقد شرعيتها بحجم المشاركة فقط بل بحجم التزوير والأداء الغير دستوري والغير قانوني. ولهذا السبب على الحكومة العراقية إن أرادت انتخابات عليها أن تعتمد على أسلوب انتخابات شفافة وتدعو إلى رقابة على هذه الانتخابات لكي تحافظ على شرعيتها، وإلا فهي انتخابات ستفقد شرعيتها أمام هذا التسقيط وأمام هذه الممارسات غير الدستورية وغير القانونية. يعني هناك من يبرر قرار الهيئة أن له سابقة في الانتخابات، لكن هذه المرة ألا ترى أن هذا القرار ينذر بمزيد من الصراع بين العبادي والمالكي، هذا إذا كان الصراع موجود؟ أنا لا أعتقد هذا الصراع كله تكتيكي، يعني مسؤول فرعي لقائمة السيد العبادي لن يؤثر على الانتخابات كثيرا، ولكن هناك وهذا صراع تكتيكي، صراع لا يوجد صراع استراتيجيا في عملية انتخابية. الأمر محسوب، رئاسة الوزراء لحزب الدعوة منذ 2003 إلى الآن هذا معلوم، ومعلوم أيضا لمكون من المكونات حتى لو فازت بقية المكونات لا يعقل لها تشكيل حكومة، هذا معلوم أيضا لدى العراقيين عموما. فالموضوع هو تكتيكي ليس استراتيجي وليس خلافا عميقا كما يتصور بعض العراقيين، أنا أعتقد هذا خلاف تكتيكي. سيد حسين السبعاوي الباحث العراقي، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.